تحية لكل مشاهدينا الكرام وأحلى الليالي، وكل عام وأنتم بخير. الله يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا. قولوا آمين يا رب العالمين وكل أمتينا العربية والإسلامية. كل ليلة مشاهد الكرام وأنتم تعلمون يكون عندنا ضيوف أعزاء علينا من في شتى الألعاب، ربما يكونون إداريين، ربما يكونون أيضا لاعبين، ربما يكونون قدماء، ربما يكونون أيضا لا يزالون في الملاعب. ما في شك في هذا الموسم الرياضي حدث شيء، يعني الواحد يوقف ويتساءل، إن قال مبروك يستاهل من نقوله مبروك، هذا أكيد مؤكدة، زين، جهود بذلت وتحقق هذا الإنجاز. ربما أيضا لكن التساؤل يكون كيف تحقق هذا الإنجاز؟ يعني نادي الكويت تحديدا، خلنا أقول لكم، يعني إنه يحصل على 4 بطولات كروية، أنا أقصد هذا في الدرجة الأولى، لن أتكلم عن المراحل السنية، أتكلم عن المراحل الدرجة الأولى، إنه يحصل على الفوز في كأس السوبر بداية الموسم على نادي القادسية بركلات الترجيح، بركلات الترجيح بأهداف، هذا شيء آخر. الفوز أيضا في كأس سمو ولي العهد حفظ الله ورعاه أيضا على نادي القادسية بركلات الترجيح، ومن ثم كأس سمو الأمير على نادي كاظمة بنتيجة 4 أهداف مقابل 2، ثم الحصول على لقب دوري فيفا. هذه 4 يعني بطولات الواحد يوقف أمامها ويتساءل، أولا هل فعلا نادي الكويت استحق هذه البطولات على الجدارة واستحقاق؟ هل الأندية الأخرى لم تستطع منافسة نادي الكويت؟ ما عندهم القدرة؟ أنا واحد من الناس. طبعا هناك عوامل عديدة موجودة على أرض الواقع، ولا ما تحققت هذه البطولات. وأنا أقول دائما، مو أمامي عشان لاعبين نادي الكويت أو إدارة نادي الكويت، أنا أقولها في مجالسي، يعني أينما أكون في أي مجلس إن كان، أنا أقول سبب رئيسي بالنسبة لي هو الاستقرار، الاستقرار الإداري أولا، ومن ثم يتبع الاستقرار الفني. فنادي الكويت ما في شك إدارة نادي الكويت مستقرة، الإدارة ما شاء الله تبارك الرحمن عناصر موجودة شابة متفاهمة في كل هذه الأمور. أكيد هناك خطط استراتيجية يضعها مجلس الإدارة في كل موسم، لذلك قد تحقق ما تحقق. وإحنا ربما أنت تخطط وتعمل استراتيجية، لكن أيضا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، جهود قد تبذل من الإدارة، من الجهاز الفني، من اللاعبين، كل هذه الأمور واردة، لكن استطاع فعلا نادي الكويت في هذا الموسم أن يحصد 4 بطولات، وبالتالي يقول الواحد مبروك مبروك، ألف ألف مبروك لنادي الكويت إدارة وجهاز فني وجهاز ولاعبين. لكن تعرفون مشاهدي الكرام، قبل ذلك وقبل الحديث عن هذه الأمور، دائما نتحدث عن ما نحن فيه، والشهر الفضيل شهر الكرم حقيقة، شهر الإيمان والطاعات، كل هذه الأمور. هو بداية أنا أستهل الحديث مع ضيوف الكرام. ما يسعدني كثير طبعا وجود أخ عزيز وتربط في علاقة طيبة، وما شاء الله فكر إعلامي، أنا أقول فكر إعلامي قبل أن يكون فكر إداري، فكر إداري في نادي الكويت أنا ما عايزة، لكن أكيد هو جزء من الفكر الإعلامي، لكن فكر إعلامي نعم فكر إعلامي، ودائما ما نلتقي من خلال تلفون في معلومات أنا حقيقة أحب أسمعها منه، ما شاء الله يملك هذه المعلومات، عنده قدرات كل هذه الأمور. باسمكم عموما أرحب بضيوفنا الكرام، الأخ العزيز معن محمد رشيد. محمد بارك عليك الشهر، وكل عام وأنتم بخير، وألف ألف مبروك لما تحقق لنادي الكويت في هذا الموسم. الله يبارك فيك ومشعل، وفي البداية إذا سمحت لي أحب أتقدم إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم بخالص التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، ونسأل الله تعالى أن يكون هذا الشهر فرصة للجميع أن يراجعون أنفسهم ويصفون نيتهم، وإن شاء الله نسأل من الله أن يتقبل منا طاعاتنا خلال الشهر الفضيل إن شاء الله يا رب العالمين. أحد الشباب المتميز اللي لمع اسمه أيضا في عالم كرة القدم على مستوى نادي الكويت، أحمد جاسع، أحمد مبارك، أحمد حزام، أحمد حزام، أحمد آسف، آسف الأخ الكريم، مبروك، ألف ألف مبروك،
في شهر رمضان المبارك قبل أن نبارك لك في ما تحقق لنادي الكويتي. علينا وعليك تبارك، وعسى ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله والأمة المسلمة يا رب العالمين. أبو محمد، خلينا نتكلم أنا عن رمضان. من يوم أنت صغير إلى الآن، أنا عارف أنت في أسرة ما شاء الله الله يغفر له ويرحمه برحمته يا رب العالمين، أسرة كويتية عريقة لمكانتها والله يغفر له ويرحمه رحمة واسعة، رجل يخاف رب العالمين متدين، وبالتالي أكيد هذا البيت أيضا تنطبق عليه أمور كثيرة في شهر رمضان المبارك. معد الشهيد وهو صغير، متى بدأ الصيام الحقيقي؟ نتكلم عن هذا الجانب، أنا أحب أسولف ترى فيها قبل لا ندش في بوه. والله على حد ما أذكر كنت قبل لا أدخل الابتدائي ومشي. كان يعني قبل لا تدخل المدرسة الابتدائي. الابتدائي كانوا يشجعونا، ما هو إنه إلزام كثر ما إنه تشجيع يا ولدي للصيام وهذا، وإذا ما تقدر صوم للظهر وبعدين لما تكبر وهذا، ومشت درجت العادة ويانا والحمد لله. يعني بدأنا الصيام في سن مبكر، يعني من 6-7 سنوات كنا نصوم اليوم كامل، وكان الوالد الله يغفر له كان حريص وايد على هالموضوع، وأيضا حريص على موضوع أنه مو تنامون وأنتوا هذا لازم تقعد حق صلاة الفجر، تقعد حق صلاة الظهر، تقعد تروح المسجد تصليهم، فكان هالموضوع ارتبط معنا إلى اليوم يعني. والحمد لله يعني أنا الحين لما أشوف عيالي يعني ما صرت أنا وياهم بنفس الحدة وهذا، ولكن بدأوا الصيام ولله الحمد من سن مبكر، والتزموا من أنفسهم لما شافوا الطابع العائلي أن هذه مثل عادة دارجة بالبيت أن يلتزمون في الصيام وفي الصلاة في شهر رمضان المبارك، والحمد لله يعني الله يتمم عليه. الحمد لله يا رب العالمين، اللهم آمين. هل ما كان الله يغفر الوالد رحمة الله عليه العم محمد أحمد رشيد بطريقة تربيته نفس أيضا معاذ رشيد في طريقة تربيته لأولاده؟ هل الأولاد عيالك الله يحفظهم يا رب يخليهم لك يا رب العالمين وجعلهم الأبناء الصالحين، أيضا الطاعة العمياء مثل ما كان معا أيضا طاع العمياء للوالد، وإن اختلف الزمن؟ والله شوف أبو مشعل أمانة يعني معا مهما وصل ما يوصل ربع مواصيل والده الله يرحمه. الله يغفر له ويرحمه، ما فهمت تعال. يعني المبدأ اللي أنا ماشي عليه بالهذا، أي شيء صادفني أقيس لو أن والدي موجود شنو ممكن يتصرف، وأتصرف بناء على السنين اللي قضيتها معه والخبرة اللي تعلمتها منه، وهالشيء حرصت أني أوصله لعيالي. يعني أنا ما أتدخل بشؤونهم كثر ما أني أنصح، بس أخلي هو يقرر وهو يكتشف إذا غلطان يعدل خطأه، وإذا قرر شيء صح أشجعه، والحمد لله يعني أشوف أنا عيالي يعني وصلوا لعمر، خاصة الأولاد الكبار وصلوا لعمر يعني تفكيرهم والنضج اللي وصلوا له أكبر من عمرهم بوايد، وهذا شيء يعني نعمة من رب العالمين. ما في شك، الله يتمم عليك يا رب العالمين، خليهم لك وخلي كلهم يقول آمين. الله يجزاك خير. حمد حزام، الصيام والحقيقة، أنا لو سألتني راح أجاوبك أقول لك متى بديت أصوم ومتى كنت أتنحش وأشرب من البرمة والحب وغيره، قبل ما مرة أنت على، يمكن حتى أبو محمد ما أدري مر على مرت على البرمة ولا الحب. تكلم عن الصيام، متى بديت فعلا الصيام؟ شوف للأمانة يعني بلشت صيام يوم كنا بالمدرسة، يعني بس بالابتدائي أول سنة يعني. ابتدائي كم عمرك ابتدائي؟ ترى في ابتدائي الأول ابتدائي وفي رابع ابتدائي. ثانية ابتدائي تقريبا 8 سنوات. اي بس 8 سنوات. الصيام كان مو شهر رمضان، سياسة العائلة عندنا الصيام يوم وترك، يعني عشان يأهلك حق صيام شهر كامل. ها. نعم. وهذا الشيء يعني حتى عند مو مشي علي أنا وعلى عيال إخواني نفس الشيء بالضبط، أن تصوم يوم وترك، أو بداية كنا نصوم 8 ساعات 10 ساعات أو 4 ساعات كذي، أن بس يهيئونكم بالضبط فيما بعد تكمل صيام يوم كامل. فأول سنة بلشت أن الصيام يوم وترك للأمانة، لكن السنة اللي بعدها لا، صلينا صمنا رمضان كله، وللأمانة عندي الوالد الله يطول لنا بعمره كان يا رب يعني صلاة الفجر يحرص أنه يأخذ كل العيال معه، وكذلك صلاة القيام والتراويح يعني
كان كنا انا عمري 10 سنوات اعتكفت بالمسجد من كثر ما اروح المسجد. ما شاء الله تبارك الله. اي والله الله يتمم عليك يا ولدي، وهذا شيء ما يسعدنا كثيرا عندما نسمع ان بهذا السن من العمر عملية الاعتكاف، عملية صلاة القيام، صلاة الفجر في 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 المسجد، لأن عندما يسود الوازع الديني في الأسرة معناته يصلح المجتمع. فبارك الله فيك ولدي ويتم عليك، قول آمين ويخليك ويخلي لك الوالد والوالدة إن شاء الله. وأخوان قول آمين يا رب. تسلم العمر إن شاء الله. لعبت في رمضان يا أحمد؟ هذا رمضان الأول اللي للحين ما لعبت فيه. هذا رمضان الأول اللي ما؟ للحين ما لعبت فيه. ما لعبت فيه. نعم. لعبت من قبل. إيه. فيه اختلاف. لعب السكة. بالنسبة للجهد. بالنسبة لجهدك. بالصيام. إيه. لا يعني أنت صايم، فطرت ولعبت بالليل. إيه. طبعًا فاطر أنت بالليل. إيه. لكن كنت صايم. إيه. ولعبت في الأيام العادية اللي مو شهر رمضان. تحس في فرق بالنسبة لك عطائك كلاعب؟ طبيعي. حتى كان يعني في مواسم جتنا ان كنا نتمرن برمضان، كانت يعني وفي مباريات نلعبها برمضان. اذكر في مباراة في بطولة بالعين كانت ودية لعبناها، واحنا يعني كان رمضان كنا نلعب بعد الفطور. طبعا النفس يختلف، جاهزيتك تختلف، لان انت يعني ممكن قبل المباراة بثلاث ساعات تفطر. يعني إذا قللت بالأكل أهم عطائك يقل، يعني في ناس تحوشها لوعة أو صداع، وإذا كثرت بالأكل ما راح تقدر تركض. فالحفاظ على يعني الأكل وقت الأكل مهم جدا للاعب، جدا مهم. بس ترى أكثر اللي يعورهم رأسهم ترى اللي يدخنون. لا 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 اسألني أنا. أنا 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 الحمد لله الصديق هذا اللي هو زقارة الله يلعنها وفضل سبحانه وتعالى قطعت هذه الصداقة. لكن سألني أنا قبل عندما كنت أدخن، لما أصوم من بكرة الصداع الله لا يراويك. الزقارة تخلي الواحد ينرفز، لأن أنا عندي حالات بالبيت ممكن أن إذا ما دخن طول نهار رمضان ينرفز. لكن إذا ما أكلت وتمرنت الدوخ وحوشك صداع وممكن تطيح بعد، لأن أنا حاشتني طحت فيه. جربتها. نعم. إيه. الحمد لله. عموما قبل أيضا نبتدي مع محمد، عندنا تقرير من الأخوة مخرجينا لو تسمحتوا. توج نادي الكويت فارساً للموسم الكروي الذي أسدل الستار على منافساته بعد أن استحوذ على كل البطولات وترك لمنافسيه الحسرة والآهات. وجاءت بداية الأبيض في مستهل مشواره بالموسم الحالي مشجعة نتيجة حصده لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي في السنوات الأخيرة نادي القادسية، وذلك بعد أن انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليحسم العميد الملحمة بركلة الترجيح بعد تألق حارس مرماه مصعب الكندري. ولم ترق البداية الجيدة لنادي الكويت إلى طموحاته الكبيرة، ما حدا به لتبديل المدرب الفرنسي لوران بنيد والاستعانة بالوطني محمد عبد الله الذي استهل مشواره مع الفريق بكأس سمو ولي العهد ليقود رجاله إلى منصة التتويج للمرة السادسة بتاريخ الأبيض العريق، وذلك بعد الانتصار على القادسية بالركلات الترجيحية. ورفع العميد شعار التحدي بأغلى الكؤوس وأبى أن يفرط بها، وبالفعل برهن رجال القلعة البيضاء عن مدى إصرارهم وقوة عزيمتهم بعدما أحرزوا لقب كأس سمو الأمير بنسختها 55 وللمرة 12 في تاريخهم الحافل بالإنجازات، وذلك إثر فوزهم المستحق على نادي كاظمة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين بعد مباراة مشوقة ومثيرة من قبل الطرفين. حياكم الله مشاهدينا الكرام. أبو محمد ما عندنا شيء. الدورات الرمضانية
لها حلاوة غير طبيعي 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 حلو. خلنا نتكلم عن هذا الجانب. شاركته في دورات رمضان، أقمت دورات رمضان، تتابع الدورات الرمضانية محمد؟ احنا في مرحلة الثانوية ابو مشعل، خلينا نقول كان عندنا في فريقنا فريق، يعني مسوين فريق كنا نتحدى فيه، تحدون نتحدى فيه، وكان عندنا معناته فريقهم حصل مباراة اسبوعية مع عيال الشامية يون يلعبون في ملعبنا، او ان نروح نلعب في ضاحية عبد الله سالم في قطعة 2 ملعب بارون اذكر، وكنا مباري بعد اخوان في قطعة 4. فكنا في بعض الاحيان ننظم دورات خارج رمضان، يعني مو برمضان، ولكن في سنة من السنين سووا جمعية الضاحية دورة في يوسف بن عيسى، وقلنا خلنا نشترك حتى، يعني أذكر توهقنا باسم شنقي اسم حق الفريق، إيه اسم الفريق، إيه فكان في قسيمة قاعد تنبني فريقنا، والحارس من إخواننا المصريين صعيدي اسمه أبو صادق، فسمينا فريقنا أبو صادق. أبو صادق فسمينا فريقنا أبو صادق. بنحبكم بالحارس يعني أول شيء طرع على بالك أبو صادق، سمينا الفريق. لعبوا ياكم ولا لا؟ لا وين وين يلا يمشي الله يعطيك الصحة. بس إنه وصلنا لي دور الأربعة، خسرنا قبل النهائي، بس إنه مشينا زين بالدورة يعني، وخسرنا بدور الأربعة. هذه اللي يعني الدورة الرمضانية اللي أذكرها أنا لعبنا فيها يعني في يوسف العيسى. أبو محمد أنت مهتم يعني قبل أدخل على نادي الكويت، أنا أبقى مع شخصك الكريم، واسمح لنا أحمد خذ راحتك، لأن أبو محمد تعرف له تاريخ يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، وإن شاء الله بتوصل وتاريخك إن شاء الله الفني يعدي تاريخه. آمين إن شاء الله. آمين إن شاء الله بإذن الله. ترى شوف الأب ما يزعل انه ولده يكون افضل منه، أكيد. وانت واحد من الابناء اكيد، فما راح يزعلون ترى، لا مع الرشيد ولا اداره النادي راح يزعلون. نعم الله يسلمك ابو محمد. انت ما شاء الله لك اهتماماتك في عمليه التوثيق، نعم عندك من المعلومات لا اله الا الله تبارك الرحمن، وذاكره لا اله الا الله تبارك الرحمن، ان شاء الله يا رب العالمين ما حد يحسدك. الله يسلمك. عندك اهتمامات ايضا في في المتحف، ولك كنا ركن او ما شابه في بيت العثمان. نعم خلينا نتكلم على جار. من جاتك فكره عمليه الاهتمام في 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 التوثيق؟ والله هي صارت صدفه ومشعل وحاجه بنفس الوقت، يعني انا يعني كنت ادور عن المعلومه حق نفسي انا، يعني انا بين ما هو شيء غريب او سر، يعني أعشق لاعب اسمه جاسم يعقوب، أنا يعني حبيت كرة القدم علشان أصرف. علشان؟ جاسم يعقوب. جاسم يعقوب. زين. من هو يحب جاسم يعقوب؟ إيه، فكان في فترات يعني يقولون كم جول يا جاسم يعقوب؟ 100، 200، 300، 400، في ناس تفالق تقول 600. فقلت أنا ليش ما أبحث عن أحصرهم، أحاول أحصر هالمعلومات هذه على أساس إنه يكون عندي الرقم الدقيق اللي غير ممكن إن أحد يجادل فيه. فشيء سحب شيء، يعني ما دام انا قاعد ابحث في الماضي كله، فقلت خل ابتدي اغطي توسع اكثر، اغطي كل شيء، نعم مو شرط الا جاسم يعقوب، كل المواسم كلها، وبالاخير اسوي الحسبه النهائيه على اساس اعرف كل لاعب شارك في الدوري او في بطوله كاس حضره صاحب السمو او كاس ولي او المنتخب الوطني، نعم. يكون عندي عدد اجمالي للاهداف اللي سجلها في المباريات هذه، والحمد لله قعدت لي تقريبا 10 سنوات. 10 سنوات. 10 سنوات، ولكن ماني قايل لك بشكل يومي. إيه. ولكن لا مو شرط. بشكل متقطع. بس هي بالتوتال 10 سنوات. نعم. لين وصلت إلى أرقام الأشياء اللي لم أغطيها ما تأثر على المجاميع النهائية، يعني مثلا لاعب ولاعب بينهم 10 أقوال وعندي 3 أقوال ناقصة، لو أعطيها حق اللاعب اللي أقل ما راح يطوف اللاعب اللي عنده أو الزايد. نعم. فبدأت أنشر بعض المعلومات اللي موجودة، والحمد لله يعني غطيت الحاجة اللي بنفسي أنا حق المعلومة، وبنفس الوقت إحنا في الكويت أمانة عندنا نقص في هالموضوع هذا، يعني ما في مرجع مع الأسف في أي مكان في الدولة للاعبين أو للإعلاميين يأخذون منهم المعلومات اللي يحتاجونها، حق بينما تشوف في العالم كله وخاصة عند الإنجليز، يعني تلقى تاريخ النادي من أول يوم قبل 120 سنة لليوم عندهم تاريخ النادي محفوظ، ويعني باليوم واللحظة. فإحنا مع الأسف تاريخنا خلنا نقول 50-55 سنة كان في ما
ماني قايل إهمال ولكن عدم اهتمام في هذا الجانب. فالحمد لله يعني قدرنا نغطي اللي نقدر عليه ولا ندعي الكمال أمانة، ولكن إنه عندنا شجاعة إذا اكتشفنا فيه خطأ إن نصلحه ونقول إن كان هذا خطأ وصلحنا. أنا بأتي على أيضا بعد شوي شارب ما نخلي هذا الجانب يروح، وخاصة المتحف اللي في بيت عثمان. أحمد الآن أنت تعرف عن نفسك شيء؟ عدد المباريات اللي لعبتها، أهداف، شغلة كذي، ولا تاركها لغيرك، أخوانك، ربع النادي؟ أحيانا سبحان الله بعض الأصدقاء هم اللي يهتمون باللاعب هم اللي يدونون. نعم. في بالك الشغلة هذه ولا أساسا مثلك كثير ترى، ولا حتى لو مثلا ما عندك المعلومة مثلا وايد ترى من اللاعبين ما يهتمون، وليس عيبا في ذلك ترى، يكون مو شغلتي هذه، خلي الباحثين هم اللي يبحثون الشغلة هذه. نعم. نشوف للأمانة أنا على المنتخب، مع المنتخب الأولمبي أعرف إيش كثر لعبت وأعرف إيش كثر سجلت. حلو. لكن على مدونها كاتبها ولا بتحافظها؟ لا حافظها، لان انا اصلا لعبت قليل مع المنتخب. اي اي ف لما بس نادي يعني مع النادي لا للامانه انا اشوف نادي الكويت ما افكر ايش كثر قولت كثر ما عشت تحديات مع نفسي. يعني تحت 19 سنه قبل لا اصعد الفريق الاول كنت داش تحدي اني اقول على كل الفرق اللي مشاركه بالدوري وقدرت اسويها. فش كثر سجلت على الفريق هذا او ايش كثر سجلت يعني من بدايه ما لعبت للحين للامانه ما اعرف يعني ولا اذكر. طيب، اربع بطولات حققها نادي الكويت وانت احد افراد فريق نادي الكويت، انطباعه وانعكاسه عليك شنو هو؟ شوف للامانه انا للحين سعيد. حلو، هذا شيء طيب. يعني موسم استثنائي وإنجاز تاريخي نفس هذا راح يكون خالد يعني 20 سنة ممكن، لأن من تأسيس كرة القدم دولة الكويت ما في فريق هذا صحيح. نعم. فأربع بطولات شيء مو سهل للأمانة. أيه؟ وصعب إنه يتكرر. فيعني أنا كل اللي أقدر أسويه إني أشكر المجموعة اللي لعبت معاها. يعني هذا يعني 22 سنة عندك إنجاز نفس هذا شيء مو سهل للأمانة، وأشكرهم جميعا، لاعبين، إداريين، جهاز فني، طبي، كل واللاعبين خاصة، يعني أشكرهم على كل قطرة عرق نزلت منهم على هذا الإنجاز. يعني أنا يعني في لاعبين اعتزلوا ما حصلوا إنه يعني ممكن ثلاث بطولات بالموسم أو بطولتين، أنا اثنين يعني بداية مشوار أحصل إنجاز نفس هذا شيء كبير للأمانة. اللهم لك الحمد. اللهم آمين. تستاهل. نطلع تقرير يا شباب. أبيض كويتي والله ينحط على اليمين، عزمة ثابت مايلين، والله ينحط على اليمين، مغلطة والله يوم سموك العميد، والله مغلطة يوم سموك العميد، كل من شاف لعب قال هبي يلعبها، كل من شاف لعب قال هبي يلعبها. ها لا لا ما على العميد، لا لا ما على العميد، عزمة وصرار حديد، عزمة وصرار حديد، عدل وما
السلامة على العميد كويت عوي أولا منه. أقول لأحمد حزام بارك الله فيك، وأنت شاب ما شاء الله تبارك الرحمن، يمكن أنا أول مرة ألتقي فيك، لكن أرى فيك إن شاء الله الكثير والكثير لأسرتك أولا قبل الملعب، لمستقبلك دراسي ثانيا، ثم لنادي الكويت والمنتخب. أقول لك بارك الله فيك، بارك الله فيك، والله يكرمك البركة. وقلت لك ترى ماني قايل لك هالكلام قدامك، لكن عقب ما تطلع من الاستديو ويكون هناك بديل آخر، لكن هو أحيانا يكون بديل حتى في الملعب. عموما مشاهد الكرام، أبو حمزة، لما نقول أبو حمزة فراس الخطيب، فراس الخطيب ما شاء الله تنقل من أكثر من نادي داخل الكويت وخارج الكويت، لكن أنا أتوقع لحب في الكويت، ولا ما قاعد هالسنين هذه كلها في دولة الكويت. فراس الخطيب مبارك عليك الشهر، وكل عام وأنت بخير وحياك الله، ويا مرحبا فيك وبرنامج أحلى الليالي. الله يبارك فيك وحييك، مسي عليك وعلى جميع المشاهدين، ونقول لكم رمضان كريم على الأمة الإسلامية والعربية جميعا إن شاء الله. فطورك في الكويت شنو؟ وفطورك في الشام شنو كان؟ نفس الفطور اللي بالشام نفس الفطور في الكويت؟ والله اختلفت شوي عاداتنا. إيه؟ يعني في الشام الفطور فطور ما في، يعني قول لي شنو هو؟ يوعنا. السفرة دائما متنوعة بالشام. إيه؟ فلازم طبختين ثلاث طبخات. يعني لازم تنويع في الطعام. احنا نفس احنا تشريبه مثلا وديال وسجاي او مشمس لحم غير يريش والهريس والشغلات كذي هم بعد. واخر شيء ما تاكلوا شوي وبعدين على الغبقه. الاكل على الغبقه. لا اللي بالشام اكل يعني يقوم خلاص بس يعني عبى يعني الفطور فطور يفول بالفطور. زين بالكويت نفس الشيء؟ والله انا بالنسبه لي تغيرت عاداتي، صرت تاقلمت مع عادات الكويتيه اكثر، صار الفطور خفايف وننطر السحور نعطيها ناكل اكثر. سؤال قبل لا ادش في امور ثانيه، مستمر مع نادي الكويت ولا راح؟ لا وقفت مع نادي الكويت، خلص عقدي الحين. خلاص والحين ان شاء الله انتهى مشوارك مع نادي الكويت؟ انتهى مشواري الكروي، لكن دائما احنا معاهم بالقلب، ونتشكرهم لنادي الكويت. حلو. وايام لا تنسى، رباعيه تاريخيه، يعني عملنا تاريخ بفضل الله عز وجل مع نادي الكويت. هذا شيء يعني يشكر عليه جميع القائمين على نادي الكويت، من رئيس فخري الى مجلس اداره الى كادر اداري وفني ولاعبين. يعني صراحة سنة تاريخية بالنسبة إلي، وإن شاء الله يا رب أتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة بإذن الله. وين؟ إلى الآن أبي حصر شيء. أنا حاليا أبي حصر شيء حق أحلى الليالي. والله أنا حاليا مو لشخصي، يعني حاليا لاعب حر بإمكان التعاقد مع أي نادي. بس في عروض والله أو ما في عروض؟ عروض إلى الآن يعني كلام. لا احنا نما إلى علم، نما إلى علمنا. زين نعم في عرض، لكن احنا بناخذ المصدر. والله إلى الآن ما في شيء رسمي. يعني في التضامن كلام. ما كلموك تضامن؟ لا لا التضامن ما كلمني أبدا ولا في أي كلام. في من جايت هالإشاعة هذه؟ والله ما بعرف أنا، يعني في ناس العدلية. والله يعني في هالايام كل شيء وارد، يعني لا كل شيء وارد، كل شيء وارد ما عليه. انت قاعد تنحاش مني شوي لو شوي. لا والله لو في لو في لان بحصري انا البرنامج، لان ذبحني غازي الله اقول شو اسمه عبد الرزاق العطار الله يطول في عمره مخرجنا ايضا الله يسلمك. يقول والله يقول ما في. اخذ شيء حصري والله ما في. لو في والله حاضر كان من عيوني، بس غالب عموما راح يكون في الكويت، اغلب الظن انه في الكويت ان شاء الله. عموما على الرحب والسعه، واحنا سعداء بوجودك، يعني رجل حقيقه على خلق كريم. بغض النظر عن المستوى الفني، احنا ما نتكلم على الجانب الفني، فانت غني عن اني انا اقول والله فراس نجم. الله يطول انت نجم نجم ما في شك، لكن فوق ذلك انت تتمتع بخلق كريم، والجماهير كلها حقيقه تحترم فراس الخطيب. وسناتي بعد شوي ان شاء الله الحديث. ابو محمد برجع انا الى المتحف. صار على المتحف الله يسلمك، هذا قبل 3 سنوات كلفونا هيئة الشباب. نعم. الأخ الدكتور حمود فليطح
كلفني، صار بيني وبينه حديث واتصال وقال احنا ودنا نسوي متحف رياضي واذا ممكن يعني تشتغل معانا في هالموضوع. قلت له حاضر. شكلنا فريق مني ومن الاخ راشد الحيان الله يذكره بالخير، الاخ فاروق العوضي، الاخ خالد سعد الله، على اساس انه خصصوا لنا ركن في بيت العثمان على اساس نسوي فيه المتحف الرياضي. الحمد لله يعني اشتغلنا فيه تقريبا سنة كتجهيز المكان بالديكورات ما الديكورات، وبنفس الوقت كلمنا الأندية وكلمنا الاتحادات وكلمنا بعض النجوم اللاعبين السابقين انه يعطون مقترياتهم لعرضها في المتحف، والبعض جزاه الله خير وما قصر تجاوبوا معانا وعطونا يعني ماني قايل اساميهم اخاف انسى احد وما احب هالشغله يعني لا. اللي تعاونوا معانا عطونا مقترياتهم وعرضناها في المتحف وتم افتتاحها العام الماضي اواخر 2015 بحضور سمو الشيخ ناصر بن محمد. ومن بعدها يعني علاقتنا في الإدارة اليومية ما لنا علاقة إحنا، لكن كنا عنصر أساسي في التأسيس. يعني مو المفروض يكون لكم علاقة واستمرارية مثلاً؟ والله ما صارت بالطريقة هذه، يعني إحنا وصلنا لحد إنه وقف على ريول المتحف وصار في مكان في مقتنيات قابل إن الناس تزوره وتطالب. هل تطور؟ والله أمانة من بعد الافتتاح أنا ما رحت ولا مرة. معنى ذلك إيه؟ يعني مع احترامي وتقديري للإخوان في بيت العثمان معناته سيهمل. لا لا أهما لا أمانة الحق قال الأخ. أنا أقصد لا يعني إيه؟ مو كلمة سيهمل إيه؟ لا أنا أقصد ما رح يتطور إذا لم يكن من وراه معن أو محمد أو عبد الله عشان والله نستزيد في الجديد. معنى التطور انك تزيد المقتنيات. اي نعم هذا اللي اقصد انا. بيني وبينك يعني المكان صغير ما راح يكفي اذا زادت المقتنيات انك تعرضها كلها. كنا نتمنى ان هالفكره تكون في استاد جابر لان معلم من معالم الرياضه، وايضا فرصه كبيره او حلوه انه يكون في متحف داخل الاستاد على اساس ان الزوار نفس وقت حضور المباريات أن يكون في جزء من أنشطتهم أن هي زيارة المتحف، والمكان كبير ويقدر الواحد يأخذ راحته في عرض المقتنيات. وأيضا أنك تساير التكنولوجيا، يعني لما أنا أشوف ميدالية حق الكابتن الله يذكره بالخير إبراهيم دريهم ما بس أقعد أطالع الميدالية، لا قدامك المفروض يكون شاشة صغيرة تشوف مقاطع عن إبراهيم دريهم ومن إبراهيم دريهم أو غيره من اللاعبين. في المكان الحالي صعب انه يكون هالشيء موجود، يحتاج مكان اكبر، يحتاج تجهيزات فنيه، يحتاج ميزانيه كبيره، هالامور ما كانت موجوده في احنا شويه ما على اسمح لي اقول احنا ساعات ترى بخلاء في امور يعتقد البعض انها غير مهمه، ولكن هي لو نظرنا لها موجوده في اوروبا لا مهمة لما في راس الخطيب بيشوف الركن ماله أو يلاقي مثل ما تفضلت يفتح الشاشة يلاقي كل المعلومات أمامه بصورته بمبارياته بغيره اللي يبي يستمتع يشوف مثل ما تفضلت. أنا عارف محمد أيضا عندك أنت مثلا محل متخصص محل فيديو زين، لكن متخصص ما شاء الله بالتاريخ. أنا واحد وأقول بكل أمانة أقول للمشاهدين أنا كان عندي برنامج زين رياضة زمان إذا الله خير أروح يقول لي شو اللي تبي روح للمحل بعض المباريات مي موجودة خاصة بعد الغزو خربط علينا أمور كثيرة، ومكتبتنا كانت أغنى مكتبة مو بس رياضية فنية علمية دينية، مكتبة تلفزيون الكويت أغنى مكتبة في العالم العربي موجودة، ولكن الغزو حسبي الله عليهم خربطنا. فكنت أستعين في زهر الله خير أكلم محمد والله أنا محتاج عن مباراة الفلانية، يقول لي المحل أمامك مفتوح زهر الله خير، واروح وآخذ شريط وأجي وأعرضه ولا نحط إعلان، طبعا ما نحط إعلان وبدون مقابل. أتكلم عن جانب هذا المحل محمد. والله هم هذا صدفة أبو مشعل، أنا أول ما اخترعوا شيء اسمه فيديو بالكويت كان لي يعني حصلت على جهاز وكنت وقتها كل مباراة أسجلها أحط الشريط، وحتى قبل يمكن إذا تذكر الفيديو الفيليبس القديم الشريط ماله ما يكفي شوط واحد صح، فعشان تسجل مباراة يبي لك شريطين.
المهم تطورت الأمور، قمت أسجل كل أي مباراة تنعرض بالتلفزيون احتفظ بهذا، لأن قبل كانت الإعادات ما تنعاد نفس الحين. صح. المباراة إذا طافتك ما تشوفها خلاص يعني، ولا ممكن تحصلها بمكان. بعد مرور كذا سنة سافرت أدرس برا أنا، فكانت الأشرطة مالتي معاي بالسفر، كل ما أرجع لك أخذها. وبنفس الوقت وصيت الشباب ربعي هني هناك ما عندنا كرة قدم في أمريكا، دزولي الأشرطة أول بأول كل مباراة. وكان أخوي الله يذكره بالخير حمد الأنبعي أول بأول يدزلي بالبريد كل مباراة سجلها ويدزلي إياها. صار الغزو وإحنا برا في مسافرين. خلصت بعد الغزو بعد التحرير بسنتين تخرجت، فبرجع للكويت الحين. صارت الأشرطة أقطها ولا أرجعها وياي، فصار إنه لا رجعها وياك. هذيل هالحين يعتبرون ثروة بالنسبة. كثر تقريبا قاعدة تحكي عن تقريبا 350 شريط، وعرفنا عقب إنه سجل بالشريط الواحد 6 مباريات إذا لونج بلاي ومدري إيش وهذا. فالأمور صارت الكمية سهلة ولكن العدد كبير. جيت الكويت معاي أغراضي، فقعدنا أنا وصاحبي قاعد نسولف إحنا، ها إيش رأيك ما رأيك شو نسوي محل. هو لا اهتمام بالأشياء العالمية، أنا أحب الأشياء المنتخب المحلية المنافسة وهذا. يلا يلا وسوينا الفكرة وبدينا. الهدف أمانة ما كان منها الربح المادي أبدا يعني، لأن لو فاتحين مخبز كان يمكن مربح أكثر، ولكن كان هدفنا أثنيننا عشق إن نجمع أرشيف لأكبر عدد ممكن من المباريات في كل اللعبات، مو بس بكرة القدم، بس التركيز كان على كرة القدم. فالحمد لله وصلنا لأعتقد 12,000 مباراة عندنا ما شاء الله عالمي ومحلي. فمع الأيام صار هذا أرشيف ممكن تأخذ منه أي معلومة أنت تبحث عنها. لا زال المحل موجود؟ والله ما له نشاط الحين، بس المخزن متروس. صاحبك موجود؟ موجود موجود. ايه منو صاحبك؟ حمد الأنبعي الله يذكره بالخير. الله يمسيه بالخير حمد الأنبعي. اي والله لا ما قصر أمانة. لا والله عبد الحلال انا اتصل فيه، اتصل فيك واتصل في حمد الأنبعي. انا بروح المحل يا حمد، قال ايش اتصل فيني؟ روح انت روح. بس انا قاصد لا جزاه الله خير. لا الله يجزيكم خير ويوفقكم يا رب العالمين. الله يذكره بالخير الله يسلمك. ابو حمزه، نما إلى علمي وهذا شيء مؤكد مو نما، أخذت دورة في التدريب. معنى ذلك هناك توجه لأن يكون في رأس الخطيب مدربا. والله إن شاء الله بإذن الله الكلام صحيح. أنا أخذت دورة. أخذتها وين فيه؟ بالكويت. في الكويت قبل الإيقاف بالاتحاد. قبل الإيقاف بالاتحاد الكويتي الكرة. نعم. هذا إن شاء الله هذا الفكر موجود أني أشتغل في عالم تدريب، لكن مو الآن. هاي الدورة عبارة عن أني أستبق الأحداث ويعني أستفيد منها كخبرة في الوقت الحالي كلاعب، وأطورها في المستقبل، وعلى أساس أني لما أنهي حياتي الرياضية كلاعب أكون جاهز مباشرة للتدريب، فلا أخسر سنوات في الشهادة الحصول على الليسن بي وإي وبرو. فأستبق الأحداث مباشرة على أساس أني لما أنهي مسيرتي الكروية كلاعب أدخل مباشرة عالم التدريب. الآن أي شهادة؟ عندي سي الحين. سي إن شاء الله في إن استطعت في الصيف إن شاء الله أخذ البي. نأخذ البي بإذن الله، لكن المشكلة في وقف النشاط الكروي في الكويت، فموقفينها في الكويت، لكن ممكن أخذها من بلد آخر إن شاء الله. ممكن من قطر، من قطر، من إمارات. نعم. قطر، عمان، بحرين. أنت منت ديلر، ربما تساعد في إحضار بعض اللاعبين. والله أنا إذا سئلت يعني بالعكس نعطي المسؤول دائما مؤتمن، وأنا سئلت يقولوا لي عبد الرزاق هذا مهتم ما شاء الله تبارك الرحمن، يساعدني كثيرا، مو مخرج والله جزاه الله خير، ولا قال تقريبا من الآخرين. عمر قريبين انت جبت للعربي؟ جبت للعربي في فترة وجودي مع العربي في الانتقالات الشتوية، لكن ما الله كتب له نصيب في الكويت وراح غادر وذهب. جبت للعربي وما اتفقوا معاه؟ طبعا ما اتفقوا معاه من ناحية مالية ولا من والله غير محتاجينه فنيا؟ لا بالعكس، لا الجماعة كانوا محتاجينه فنيا، لكن الموضوع المادي كان شوي عائق،
وراح تعرف الامارات راح للهلال راح للظفر الاماراتي ومن الظفر الاماراتي الظفر الاماراتي خلال ثلاث شهور مباشره جددوا عقد معه شروا بطاقته من النادي السوري وجددوا معه خمس سنوات بستة مليون دولار دفعوا مليون دولار لنادي الاصلي في سوريا إيه؟ شراء البطاقه إيه؟ وخذوا ست سنوات وحاليا ثمن بطاقة عمر خريبين 6 مليون دولار وين فيه؟ يعني إذا الهلال يبي يشتري عمر خريبين يشتري عقده لازم يدفع 6 مليون دولار حاليا هو مع الهلال ولا مو مع الهلال؟ هو حاليا مع الهلال مع إعارة الهلال. إعارة وكسر الدنيا بالإعارة يقول ما شاء الله عليه هو خلال 6 شهور رحمن. خلال 6 شهور في الظفرة أخذ أحسن لاعب في الدوري الإماراتي ما شاء الله تبارك الله ونادي الظفرة ما شاء الله يعني من سنين ما حقق إنجاز وصوله للمركز السادس أو السابع في الدوري الإماراتي طبعا بقيادة المدرب السوري محمد قويط مدرب عامل معهم شغل جبار وكان له فضل كبير على عمر خريبين وكم كان معروض على العربي؟ تقريبا كان معروض سنة ونص في 600 ألف دولار 600 ألف دولار يعني ما يقارب 150 ألف دينار تقريبا 170 ألف في الحدود هذه تقريبا 180 دينار كويتي 6 مليون دولار نعم ومحمد قاعد يطالع محمد طالع انه عارف هالامور هذه كرة القدم كرة القدم بزنس صح يعني كرة القدم تستطيع انك تعمل بزنس ممتاز للنادي وتعمل شغل يعني على نطاق واسع في اكثر من موضوع لما يكون عندك فكر بزنس لما ليس فقط فكر بزنس ليس أيوة. فقط من موضوع اللاعبين لكن الملم بكرة القدم واللي يعني احنا اليوم عم نشوف مثلا في ادارات سابقة ادارات في ادارات نايمين للاسف يعني كان في الكويت ولا غير الكويت انا المقدمة قلت حق نادي الكويت عن استقرارهم ما شاء الله شباب متطلع ما في شيء سبب استقرار الاداري ما في شيء ياتي من فراغ وكل شيء في كرة القدم ما في شيء اسمه حظ في كرة القدم بالنسبة لي أنا شخصيا لا أؤمن بشيء اسمه حظ في كرة القدم يمكن حظ لما تشوت كرة على الجول وتضرب ملاعب وتطلع برا في شيء اسمه عمل ما في أحد ينجح بدون ما يكون عنده عمل واجتهاد والعمل لازم يكون مخطط بالضبط قبل العمل فهذا الشيء اللي لازم نشوفه في كرة القدم كان في الكويتية محليا نحن نتكلم كواحد منكم فيكم أتمنى التخطيط من الإدارات والعمل للمستقبل دائما نشوف الإدارة لما تكون ناجحة في شغل ممتاز من الفريق أصبحت علم واستراتيجية توضع خطط استراتيجية توضع لمدة عام لمدة عامين لمدة أعوام أبو محمد معنا رشيد وأنت صاحب الأرشيف وقبل شوي تكلمت عن جاسم يعقوب وجزاك الله خير يقال أن هناك ثلاث أهداف لأبو حمزة زين حسبتم جاسم يعقوب علشان أبو حمزة ما يطوف جاسم يعقوب ما حسبتم هذا ها ترى وتحاكي لا لا هذا اللي حب لعشقك لجاسم يعقوب يعني اقول ابو مشعل انا بوجود ابو حمزه وبقول اللي عندي واتوقع انا وياه تناقشنا بهالموضوع وتفهم وجهه نظري بس انا بقولها على اساس الناس تفهم باللحظه اللي تسمع ان انا سويت هالشغله اقعد ببيتنا احسن لي لان انا قاعد اضحك على نفسي اي ادري فموضوع الثلاث اهداف زين انا من قلت لك بديت اسوي موضوع الارشيف هذا مشيت على معيار واضح من اول من 61 62 المباراه اللي تلغي نتيجتها اعتمد الغي اقوال الاسامي اللي مسجلين الاهداف صارت لعبه العربي والساحل يمكن الموسم اللي طاف انتهت 5-2 للعربي وابو حمزه جاب ثلاث اقوال وبعدين انقلبت النتيجه 3-0 للساحل صح انا مشيت على نفس المعيار صح لغيت السبع اقوال صح وحطيت 3-0 نتيجة اعتبارية للساحل نفس الثلاثين مباراة اللي تنطبق عليهم نفس الحالة بس وانت انت مخطئ انزين لا هذا معيار انا ماشي عليه صحيح كون الاخوان معيار صحيح في اتحاد كرة القدم طلعوا كتاب ان لا نحسب الاهداف حق اللاعب ونعتمد النتيجة 3-0 انا انحطيت بموقف المباراة احسبها 5-5 ولا 5-2 ولا 3-0 اذا حطيت حسبت الأهداف 7 أهداف وثلاث أهداف 10 أهداف راح يطلع عندي فرق بالأخير بعدد الأهداف راح يخرب حسبتي كلها من أول دوري فما أقدر أغير المعيار على أساس إنه في الاتحاد أو في اللائحة في الموسم الفلاني قالوا لا نحسب الأهداف حق اللاعب وما نحسب الأهداف حق اللاعب فمشيت على نفس
المعيار ان مباراه تعدلت نتيجتها خلاص الغي اهداف اللي مسجله باسامي اللاعبين واعتمد النتيجه ان 3-0 3-0. السنه هذه الاتحاد باللائحه ما رجعوا حق المعيار اللي انا ما قال معيارك اي ان لا تلغى اهداف اللاعبين وتحتسب النتيجه الاعتباريه خلصنا. ابو حمزه اذا بتحسب 3 اهداف واتمنى ترى ما انا يعني صح احب ابو حمود الله يعطي الصحه ويعني مهما اقول مقصر بحقه حمود اي ولكن هم اقدر واحترم اي لاعب يحطم الرقم ما في شك زين هذا الريال اسطوره من اساطير كره القدم صحيح. اللي لعبوا في الكويت أوف. والحين اقول لك تبي حصري انا اعطيك اياها حصري اكثر لاعب سجل اهداف في الدوري وكاس الامير وكاس ولي العهد في تاريخ الكويت في راس الخطيب كهو قاعد يمي زين طافهم كلهم حقه ولكن ان 3 اهداف هذه انا كنت اتمنى السنه يوصل العدد اللي كان انتهى الموسم فرق 5 اهداف ترى يعني كنت اتمنى انه يوصل لرقم جاسم يعقوب وربما زين وربما اذا كمل السنه الجايه اتمنى اول واحد راح يقول لك الخبر انا ترى ما عندي مشكله يعني الله اما الله. اما ان اغطي حق واحد وهذا اقعد ببيت يا ابو محمد والله والله ثم الله ثم الله انا متاكد من كل كلام حبيبي وصدقك لا لا هالشغله بالنسبه لي انا متاكد لكن مثل ما قلت لك ربيعني الله يسلمهم يحبون شويه مع العلم أنا ما أدور مشاكل لكن هم بيدورون مشاكل لا وبعد أزيد لازم الإدارة أنا بسيرتي في الإعلامية أنا ما أحب الإثارة إلا للدعابة مثل هذا صار بيني وبين اتصال السنة أنا الريال أمانة ما عرفت إلا يوم لعب معانا في نادي الكويت وتكلمنا بالموضوع بعدين قلت له أنا أدز لك كشف كامل وكل أقوالك مع النصر ومع العربي ومع القادسية ومع الكويت وراجع اذا في شيء ناقص من عيوني انا واعتقد انه ما دق علي سمع عيونك ابو محمد طول في محمد ما قصر الله يجزيه الخير يعني اعطاني خلال وجودي في نادي الكويت اعطاني بعد اتصال كان في نقاش على الموضوع هذا اعطاني كامل الاهداف اللي مسجلها يعني في حتى في الدقيقه الفلانيه مثلا الهدف الفلاني قلت له مشكور الثاني في التاريخ قلت له مشكور ولا لا قال لي مشكور جاب لي 4 بطولات ناخذ التقرير اذا سمحتوا مخرجينا الكرام لو سمحتوا ناخذ التقرير راهنت الجماهير على اشتعال المنافسة ببطولة الدوري لا سيما من جانب القادسية الذي رأى في الخروج من الموسم دون ألقاب فرصة للعميد الكويتاوي لفرض سطوته على جميع البطولات. وبالفعل دار الصراع بين الغريمين كما جرت العادة بعد أن ودع العربي والسالمية ومن ثم كاظمة صراع الصدارة. تبادل الأبيض والأصفر المراكز في المرحلة الحاسمة وذلك بعد فوز الملكي على أبناء كيفان، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لإبعاد الأبيض عن منصة التتويج، خاصة وأن الترشيحات قد صبت في مصلحة الكويت منذ بداية السباق، وذلك بفضل صفقات السوبر التي أبرمها النادي مع لاعبين مميزين، أمثال الإيفواري جمعة سعيد والسيراليوني محمد كمارا والسوري فراس الخطيب والمغربي عادل رحيلي. وتميز الأبيض بالنفس الطويل في البطولة معولاً على ذخيرة اللاعبين الموجودين داخل الملعب وعلى مقاعد البدلاء وعلى قدرة الجهاز الفني بقيادة محمد عبد الله على توظيفهم بالصورة السليمة. كما كان الجهاز الإداري حازماً ولا يقبل بأي تهاون بعدما وفر كل الإمكانات اللازمة لتحقيق الهدف المنشود. لا شك أن لاعبي الأبيض كانوا عند الموعد حيث تحلوا بقدر كبير من المسؤولية طوال الموسم بداية من الحارس المتألق مصعب الكندري مروراً بالقائد حسين حاكم وصولاً للخطير جمعة سعيد والمشاكس عبد الهادي خميس وغيرهم من النجوم. كل تلك العوامل جعلت النهاية السعيدة كويتاوية عن جدارة واستحقاق، فلغة الأرقام هي من تنصف العميد الذي سجل نفسه كأفضل الفرق بعدد مرات الفوز وعدد الأهداف المسجلة بشباك خصومه والأهداف التي استقبلها. فرجال المدرب محمد عبد الله خسروا مباراة واحدة أمام القادسية، لكنهم حققوا الفوز في 21 مباراة وتعادلوا 6 مرات فتربعوا على القمة ب69 نقطة.
تواصل معكم مشاهدينا الكرام وحديث أحلى ليالي مع العزيز مع محمد رشيد عضو مجلس إدارة نادي الكويت وأبو حمزة فراس الخطيب نجم من نجوم كرة القدم. أبو محمد قبل أن نشوف شوي على الآن ما تحقق لنادي الكويت، العميد الملكي يجوز تذي العميد الملكي؟ أنت مثلا كفنان في هذا الجانب في التسميات وغيره وغيره، يعني مستصيغها ولا العميد أجمل بروحه كذي؟ أنا الحين بقول لك الكويت ولا العميد أيه تسمح بدونك إحنا الكويت القادسية ولا القادسية. إحنا يمكن قلتها في مقابلة سابقة، إحنا عندنا جواهر أبو مشعل ألماس وقاعد نتهاوش على القوطي. الله أكبر. إيه الألماس هي اسم النادي اسم صح النادي صح الكويت العربي القادسية هذه الجواهر الحقيقية. الله كلام صح. القوطي ملون، هذا اسم عميد، هذا ملكي، هذا زعيم. لا تقدم ولا تؤخر. بالضبط. بالضبط. ما يقدم ويؤخر ما تقدمه بالضبط. من عمل بالضبط. لهذه المؤسسة اللي أنت موجود فيها. نذهب بالضبط. إلى نادي الكويت أبو محمد، ولأول مرة 4 بطولات ما شاء الله تبارك الرحمن. بتكلم عن هذا الجانب، هل جاء في فكرنا فعل إدارة نادي الكويت أنه يحصد هذه البطولات؟ وشلون تمت هذه البطولات؟ بضربة حظ، بمساعدة صديق؟ ولا لا أقصد شخصكم كريم عفوا، لا إن شاء الله بعيد كل البعد عن هذا كلام نسمعه كل يوم عادي مثلا هذه الأمور أقصد، لكن لما استعرضها من البداية من البطولة الأولى إلى بطولة سمو ولي العهد، إذا بطولة سمو الأمير، إلى آخر دوري بطولة فيفا، خلينا نتكلم عن هذا الجانب أبو محمد. أرهقت اللاعبين كل هذه الأمور، بودي أنا نتحدث فيها. طبيعي أرهقت اللاعبين ومشعل، وموسم طويل أمانة وتداخل البطولات لها تأثير كبير على المستوى. يعني أنت تلعب اليوم في الدوري، والدوري يعني يبي له تركيز معين، ثاني يومين ثلاثة تلعب في كأس الأمير أو كأس ولي العهد، خروج مغلوب ولا كل 3 أيام مباراة، مشكلة يعني إرهاق، إنذارات، إصابات، إنذارات سببت مشكلة يعني كبيرة. يعني وايد ضغط على اللاعبين، تداخل البطولات إيه شو اسمه. وإحنا أمانة السوبر يعني هالحين سنتين أول بطولة هي السوبر، متعودين يعني إن يحالفنا التوفيق ونفوز فيها. البطولة اللي كانت عاصية علينا بال4 سنوات اللي طافت هي كأس سمو ولي العهد، كنا نوصل للنهائي وننقلب. 4 سنين، 2 سنين مع العربي بضربات الترجيح بالدور الأربعة، وسنة خسرنا بالنهائي مع العربي، والعام الماضي مع السالمية. كانت هالبطولة فيها شيء غريب إن ما نفوز فيها. وأمنيتكم هذه البطولة؟ أنا كشخص يعني كشخص أنا كشخص كنت أتمنى نفوز في كأس سمو ولي العهد لسبب واحد، أن فترتنا في مجلس الإدارة نكون حققنا جميع البطولات اللي ممكن تفوز فيها. فكانت بالنسبة لي يعني بطولة مفصلية، إذا فزنا بهالبطولة البقية أمرها سهل. الحمد لله لما فزنا بكأس ولي العهد كان الفريق ماشي يعني في تصاعد كمستوى فني، ووصلنا إلى نهائي كأس الأمير، وكانت الفترة قصيرة بينهم، والحمد لله توفقنا في نهائي كأس الأمير، وفوز كبير كان على كاظم، مع العلم أن خسرنا لعبتين في دوري المجموعات بالكأس. نعم. وكانت مباراتنا مصيرية مع السالمية اللي فزنا 4-0 أعتقد. نعم. أنا أتكلم على موضوع البطولات وموضوع أن هل كان هذا هدف الفريق من أول يوم. كلمني في طيب الذكر الكابتن عادل عقلة، كلمني في أول يوم على أساس أني أوقع مع نادي الكويت، فأول شيء كان تفكير بال4 بطولات، أن هالموسم لازم بطولات. هذا من قبل بداية الموسم لما تكلمت أنا مع عادل عقلة أنه راح نلعب نحاول كثر ما فينا ناخذ ال4 بطولات، لأن هذا الفريق حرام ما يأخذ ال4 بطولات، يعني كمحترفين، كاستقرار فني إداري، كل شيء. فحرام نطلع يعني غير نحاول قدر المستطاع مع استحالة الموضوع، لكن لازم ناخذ ال4 بطولات، لأن نحن موفرين كل شيء على أساس أن ناخذ ال4 بطولات. وهذا العمل أنت لما تحط هدف من البداية لازم توصل له، تحاول المستحيل حتى توصل له، وهذا الشيء اللي سويناه. لكن أبو محمد مثل ما تفضل إذا سمحت لنا قال الهدف الأساسي عندنا هي عند أبو محمد هدف كأس ولي العهد، بس أخذ ال4 بطولات. هي بطولة كأس ولي العهد، ربما بطولة كأس ولي العهد يمكن هي فتحت إلى بطولة كأس سمو الأمير، ثم
الدوري العام بطولة الفيفا محمد. احنا ابو مشعل مو الهدف كاس ولي العهد، هي انا اقول لك كنا الاقرب في الاربع سنين الماضيه ان نفوز بالبطوله او المرشح الاقوى، ولكن نخسرها في اخر لحظه. نعم زين، فالسنه لما وصلنا فزنا بالبطوله وكان فوز صعب ما هو سهل، انه صار ركلات ترجيح مع القادسيه 0-0 المباراه، السوبر ركلات ترجيح ايضا مع كاس ولي العهد ركلات ترجيح، فهذه خليك على الفتره بين نهائي كاس ولي العهد ونهائي كاس الامير ما كانت فتره طويله. نعم. كانت فتره قصيره اقل من شهر، فلما فزت بالبطولة الثانية صار أنت فريقك واصل دور الأربعة ومستقر، طبيعي تكون المرشح الأفضل من مصلحة الفريق هني أبو محمد تقارب البطولتين بما أنك أنت حصلت على هالبطولة. والله هي أنا أشوفها من ناحية معنوية، أنا أقصد مو من مصلحة الفريق، لأن بعد الفوز بأي بطولة شوي يصير من النشوة دائما تأثر على الفريق. وأعتقد بعد فوزنا بكأس الأمير نزل مستوانا في الدوري، نزل مستوى الفريق وتعادلنا مباراتين في الدوري كان المفروض ما نتعادل فيهم، مباراة مع فحيل واحنا تعادلنا في الوقت الضايع، جبنا جول التعادل ومع اليرموك، فكانت اعطوني خمس اعطوني اعطوني خمس دقائق لو سمحتوا اذا ممكن. كانت هالمباريات بالنسبه لنا نتيجه لنشوه الفوز في البطولات الثلاث ان يصير دروب شويه بالفريق. تغيير المدرب الفرنسي الى محمد المدرب عبد الله، المدرب تم تغييره بعد كاس السوبر، يعني بدأنا الدوري كان الكابتن محمد عبد الله هو المدرب. توقع لعب اسباب محمد تغيير المدرب الفرنسي؟ والله شوف هي مو متوالم مع اللاعبين المدرب أيه. إيه او انه بيفرض امور ما تتماشى مع طبيعه اللاعبين في الـ في الـ في مجتمع في الكويت يعني او نعم. في الخليج بشكل عام، فكان نظره الاداره، وللعلم يعني احنا اداره الفريق هي إيه اللي توصي، واحنا ما نتدخل بامورهم ابدا، يعني هي إيه اللي توصي توصيه ان اقاله المدرب، وتم الاستعانه بالمدرب القدير محمد عبد الله، واوجه له التحيه والشكر لانه يستاهل، نجم من ايام ما كان لاعب، شنصه حلو وشنصه اي ولا على فنان امانه مع انه فنان يعني، ولاعب قناص وفنان ما كان قناص وايضا كمدرب لتسجيل اهداف على القادسيه بالضبط فما قصر امانه وقدر يقود الفريق في الثلاث بطولات. الله 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 يعطيه ابو حمزه، هذه البطولات الآن ماذا تمثل بالنسبة إلى فراس الخطيب؟ مو المفروض هذه حين البطولات وما قدمه فراس الخطيب، وإن كان مثلا أحيانا ما ينزل كلاعب أساسي لكن عندما ينزل يغير نتيجة مباراة، هذه مو المفروض الآن الأندية الأخرى تدور وحمزة وينه؟ هذا شيء أنا يعني أنا بالنسبة إلي أعمل واجبي دائما، كنت بالفريق بأي فريق ألعب له أنا أحاول أخلص للفريق، أخلص للنادي، أعمل في كل جهد وأحاول أعطي أفضل ما عندي دائما. فأنا هالموسم مشيت فيه كان في عندي يعني عدة إصابات وسوء في التحضير. شنو الإصابة أكثر شيء عندك؟ إصابات عضلية كانت تصير معي، هذا سببها كثرة المباريات. كثرة المباريات كل ثلاث أيام مباراة، فما في مجال للتحضير، والتحضير السيء من بداية الموسم، كانت الإصابة في بداية الموسم. المحترف العربي غير المحترف الأجنبي يا طبعاً، أنت اليوم أقصد اللي في أوروبا وليس اللي في الكويت. لا لا، نحن ما فينا تقول المحترف محترف بأي مكان، فوجود المشكلة اللي كانت هو سوء تحضير، سوء تأهيل، فهذا الشيء كان يخليني تتكرر إصابة أو تتيب إصابة بمكان تستعجل آخر. على نستعجل على موضوع اللعب، فهذا الشيء السبب الرئيسي في موضوع الإصابات. أما في العام اللي فات أنا مع العربي الحمد لله أنا لعبت كامل المباريات من أتوقع 24 مباراة لعبت 23 مباراة، يعني ما كان في إصابات، لأن أيضا الدوري كان كل أسبوع مباراة تقريبا. فهذا شيء يعني نتمنى أن من اتحاد كرة القدم عدم يعني ادخال المسابقات في بعض وكثرة المباريات بدون سبب. العام كنت مع العربي وكنت منافس للكويت في الحصول على الدوري، الموسم هذا رحت للكويت وقد تحقق ما لم يحققه فضل الله العربي. يعني أنا اليوم الحمد لله عندي أربع بطولات دوري، ثلاثة مع القادسية وبطولة
بطولة الدوري مع الكويت، والحمد لله كل البطولات اللي في الكويت أحرزتها. نعم إن شاء الله بإذن الله أن يستمر عطائك يا أبو حمزة في أي نادي أنت تذهب له، سواء كنت لاعبا أو مدربا. مثل ما قلت لك أنت من فضل الله سبحانه وتعالى تتمتع بخلق كريم، الله بارك الله فيك وجزاك الله خير. محمد، قبل الختام، هل هناك عناصر جديدة لنادي الكويت؟ هل هناك تغيير بالجهاز الفني؟ والله تونا خلصين بمشعل، خل نرتاح رمضان وبعد رمضان لكل حادث حديث. لكل حادث حديث. بس أنا ما يعطيك الحصريات، ما يعطيك الحصري. أقول حق يعني محبين نادي الكويت، ترى يعني راح تشوفون لي سركم، راح تشوفون لي سركم. إدارة نادي الكويت أوكي. من الآن تعمل إلى الموسم راح شوف سنة من السنين، من سنتين كانوا يقولون إذا راح روجيريو ينتهي نادي الكويت، وهذا روجيريو راح والشباب ما قصروا، خذينا أربع بطولات بمحترفين. خلنا نقول أن كمارا وفراس أول مرة كانوا يلعبون بنادي الكويت، أقول جمعة سعيد لاعب من قبل، ولكن الشيء اللي فيه مصلحة نادي الكويت أعتقد أنه ربعنا في الإدارة الفريق وفي مجلس الإدارة ما راح يقصرون مع. وأنا قلت من أسباب يا أبو محمد وأخوي فراس والأخوة المشاهدين الكرام، من أسباب حقيقة ما حصد نادي الكويت في هذا الموسم هو الإدارة اللي في نادي الكويت، كاستقرار إداري أولا وتفاهم مجموعة الموجودين في إدارة نادي الكويت وعلى رأسهم الأخ العزيز عبد العزيز المرزوق وكل إخوانه وزملاء، في إضافة إلى إدارة الفريق الإداري والجهاز الفني. حقيقة إذا كان هناك من كلمة بقول لك يا أبو محمد، ألف ألف مبروك نادي الكويت، عن جدارة واستحقاق استطعتوا أن تحصدون هذه البطولات الأربع. يا رب العالمين يستمر عطاء نادي الكويت، وعطاء نادي الكويت هو عطاء لمنتخب الكويت، وهذا شيء مؤكد. بارك الله فيكم، والله يوفقكم إن شاء الله، ومزيد من الانتصارات لنادي الكويت. ويا أبو حمزة أيضا أتمنى إن شاء الله لك يا ربي أول شيء يبعد عنك هذه الإصابات، ونشوفك أيضا متألقا في كل ملاعبنا في أي نادي كان في الكويت. إذا كان لكم الكلمة أبو محمد وفراس. اشكركم يا ابو مشعل على هالاستضافه، وامانه استمتعت بالحوار معك مع قامه اعلاميه، يعني كنا احنا صغار نشوفك في التلفزيون، ونتمنى ان يوم من الايام نلتقي فيك شخصيا. وانا والله يا ابو محمد انا استمتع يعني معك دائما، لكن انا يصعدني ان فعلا هذا اول لقاء اني التقي معك فيه، وهذا شرف لي كبير يا ابو محمد. شرف لي، الله يسلمك. احب اشكر يعني على وجه الخصوص اخواننا في ديوان الكويتاوي، امانه السنه كان لهم دور بارز في تحقيق الانجازات، وهم كانوا اللاعب رقم واحد ما في شك في نادي الكويت، لوقوفهم مع جميع فرق النادي في القدم، في السله، في الطائره، في اليد، في الشواطئ، في الصالات، كانوا هم متواجدين خلف فرقنا، والحمد لله يعني ان شاء الله تكون النتائج اسعدتهم واثلجت صدورهم. اكيد ما في شك، ونتمنى التوفيق للجميع يا رب العالمين. محمد بختم لذلك من كلمة تحب تقولها. الله كل الشكر لكم يعني على الاستضافة اليوم، إن شاء الله نكون خفيفين الظل عليكم. تحيتي الأخيرة للوالدة، أطال الله في عمرها يا رب، شافها الله يا كانت رب. في الفترة الأخيرة كانت مريضة يا رب، والحمد لله رب العالمين حاليا وضعها أفضل. أوجه لها التحية وللوالد طبعا الله يخليهم، نسأل الله أن يطول في أعمارهم يا رب، خليهم تاج فوق رؤوسنا إن شاء الله. وأشكر زملاء اللاعبين على هالموسم الجبار، ونتسامح منهم إن كان بدر منا أي خطأ أو أي شيء، نعتذر منهم جميعا، ونقولهم الله يوفقكم في مسيرتكم إن شاء الله مع نادي الكويت يا رب. مشاهد الكرام، والله بكل أمانة أنا يعني كنت مستمتعا حقيقة بهذا اللقاء وهذا الحوار الذي تم مع الأخوة الأفاضل، الأخ العزيز مع محمد رشيد عضو مجلس إدارة نادي الكويت، والكابتن الكبير فراس الخطيب. أنا متأكد أنكم قد استمتعوا بجرام الحديث، أكرر التهنئة لنادي الكويت وألف ألف مبروك، وألف ألف مبروك لفراس الخطيب، والشكر موصول لكل مشاهدي الكرام ومن تابع هذا البرنامج. غدا إن شاء الله أيضا يتجدد اللقاء أيضا وبرنامج أحلى الليالي. قول آمين يا رب العالمين. لكم تحيات أسرة البرنامج وبقيادة مالك أسد عبد الرزاق العطار، مع السلامة.